مرحبا، أهلا وسهلا فيكم، سلام للجميع في حلقة جديدة من جمال الصحة. هذا البرنامج اللي بيهتم بالأمور الصحية والأسئلة اللي بتسألوها دائما عن أمور ما يدور حولنا في المجتمع من أسئلة صحية وطبية تحتاجوا لها معلومات. نستضيف ناس وخبراء بمجالات متعددة. اليوم حنتكلم عن الحجامة. الحجامة هي من أهم الشغلات اللي أو الأمور اللي كتير ناس بتهتم فيها، خاصة في الشرق الأوسط، وبيعتبروها دواء لكثير من الأمراض. لها تاريخ قديم وعريق منذ الحضارة الصينية، منذ بداية الحضارة الصينية، فهي من أكثر من 5000 سنة موجودة في العلاج. طبعاً الصينيين بيستخدموها بعدة طرق، بيستخدموها لعدة أمراض. العرب برضو بدأوا يستخدموها، وتعتبر من الطب اللي نحكي الطب الشعبي أو الطب القديم، مع أنه في لها ريجوليشن وفي لها أشياء كثيرة ممكن نحكي عنها. اليوم طبعاً في لقائنا هذا راح يكون معنا ضيف، إن شاء الله هو حيكون معنا قريباً، للأسف ومتأخر شوية. حكتب له بس مسج. أنا أوكي. خلينا نسأل سؤال قد يدور في مخيلة الكثير من الناس عن موضوع الحجامة. هل هناك فرق فعلا بين الحجامة التي نقوم بها في الشرق الأوسط وتلك الحجامة التي يقوم بها الصينيين في العلاج الصيني؟ هل الحجامة لها أنواع؟ هل لها مضار؟ هل لها منافع؟ هل في علاج، يعني في أمراض بتعالجها؟ هل هناك يوجد ما يسمى بالدم الفاسد في جسم الإنسان؟ يعني الإنسان اللي بيسوي الحجامة هل هو يعتبر أفضل صحيا من الشخص الذي ما بيسوي حجامة؟ وفي كتير ناس ما بتسوي حجامة، فما الضرر على ذلك؟ هل الحجامة موازية لنقل الدم أو للتبرع بالدم، أو هناك طبعا أضرار للحجامة؟ فكل هاي الشغلات حنحكي عنها اليوم بشكل واضح وصريح. خليني أبدأ معكم بموضوع ما هي الحجامة. الحجامة تعتبر من العلاجات البديلة، يعني هو ليس علاج كامل، هو علاج بديل بيستخدموه كثير من الأطباء زي ما حكينا والمعالجين للحصول على فوائد حنحكي عنها. بشكل عام بحطوا الحجامة كأساء كؤوس، تعتبر هذه الكؤوس أو كانت تستخدم كؤوس زجاجية. الآن في طريقة ثانية، صاروا يستخدموا كؤوس بلاستيكية. في الماضي كانوا يضعوا في الكأس هذا، يضعوا قطعة صغيرة من الورق ويحرقوها ويحطوها على الجلد، فالورق طبعا لأنه نقص الأكسجين بيؤدي إلى بسحب الهواء، بسوي ضغط مخالف، وهذا هو السكشن أو السحب تبعه. الآن في زي جهاز بيستخدموه عبارة عن زي مسدس هيك، بيسحبوا الهواء، بيشفطوا الهواء من الزجاجات أو البلاستيك اللي حكينا عنه. العملية كلها هي شفط الهواء، وهاي بتساعد على سحب أو تجميع الدم تحت الجلد في هذه الأماكن، وهذا هو الهدف الرئيسي. طبعاً استخدمت الحجامة في التاريخ عن طريق عدة أشياء. لم يكونوا يستخدموا كؤوس، كانوا يستخدموا قرون الحيوانات، خيزران، خزف، كلها كانت تستخدم بطريقة أو بأخرى. بيسخنوا كانوا الكأس بالنار وبعدين بحطوها على الجلد مباشرة. الحجامة الحديثة طبعا تطورت، صار فيها كتير أمور ممكن نستفيد منها. صارت في أصلا كؤوس تستخدم لمرة واحدة، خاصة إذا فيها دم. في ناس بيستخدموها في أماكن معينة فقط. الحجامة بشكل عام يا جماعة بتنقسم إلى قسمين،
اوكي، في الحجامه الجافه اللي هو dry cupping، وفي الحجامه الرطبه او wet cupping. الحجامه الجافه هي عباره عن طريقه لشفط الهواء الشفط فقط بدون انزال اي دم خارج، يعني بجمع الدم. ويمكن شفتوا بعض الرياضيين المشهورين في العالم اللي خلال الألعاب الأولمبية، كان أعتقد السباح العالمي نسيت اسمه، المهم استخدم هذه الدراي كومينج. الويت كومينج اللي هي بيستخدموها كتير في الشرق الأوسط عندنا، بيستخدموا تشفير أو بيقطعوا الجلد وبنزلوا بيسحبوا الدم وبيحكوا أنه هذا الدم طبعا هو دم فاسد، مع أني أنا عندي تحفظ على هذا الشيء. طبعا السؤال اللي بيسأل نفسه الآن إنه أي نوع من الحجامة لازم أستخدمه؟ طبعاً كل نوع حجامة له حسنات وله سيئات. في ناس بفضلوا الحجامة الجافة أو الدراي كابينج، في ناس بفضلوا الحجامة الرطبة اللي هي ما يدعى بالويت كابينج. نسأل الآن فوائد هذه الحجامة، شو الميزات أو الفوائد اللي تدور علينا في الحجامة؟ طبعاً استخدمت الحجامة منذ سنوات زي ما حكينا لمشاكل متنوعة، وأظهرت فعلاً فعاليتها لبعض المشاكل أو الآلام الصحية، لأنه للأسف الدراسات العلمية قليلة جداً اللي ناولت هذا الموضوع بشكل عام. لا يوجد إثباتات أكاديميك يعني صحيحة علمية كثيرة، بدنا نحكي في بعض الدراسات موجودة وبعضها دراسات صينية وأثبتت فعالياتها، لكن أنتم بتعرفوا الدراسات العلمية اللي بتصير على أي شيء بتصير بشكل عام بطرق مهمة جدا. من هذه الطرق انه يعمل كنترول جروب، يعني بتجيب نفس المرض لعدد من الناس، مثلا تجيب 100 شخص 50% منهم بتعمل له علاج بالتراديشنال واي بالعلاج اللي بتستخدمه انت، و50% بتستخدم العلاج اللي بدك تثبت فعاليته، وبالتالي هنا بتظهر النتائج، بتشوف النتائج هل فعلا في نتائج مشابهه، هل هناك نتائج احسن، هل هناك نتائج أسوأ. طيب الآن كل هذا الموضوع في دراسة فعليا نشرت في 2015 في مجلة من اسمها الطب التقليدي I think والبديل، وبرضو نشرت بعض يعني في بعض الأبحاث لكنها ليست زي الكثيرة بنحكي. بعض هاي الدراسات خلصت أن الحجامة استخدامها استخدامها مفيد جدا في عدد من الأمراض، منها الهربس، وهذا المرض يعني ناس كتير بتسمع عنه، خاصة الهربس اللي بيجي على منطقة الصدر أو بسموه الحزام الناري. في الهربس برضو بيطلع على الشفة بسموه لابلس هربس. هذا من الأشياء اللي إلها فايدة عليها، مع أنه هو فيروس بده أنتي فيرال. حب الشباب طبعا من الدراسات من الدراسة هاي أثبتت أنه حب الشباب بخف كتير من الكابينج. طبعا في شغلة اسمها شلل نصف الوجه اللي بسموه بارالايز تبعت الوجه، خاصة في العصب الخماسي اللي موجود في الوجه، ويقال انه استخدام الكابينج خاصة الصغيرة في الأماكن بتنشط العصب وبالتالي بتخفف من حدة هذا الشلل. مشاكل الدم، وقيل انه فقر الدم من المشاكل التي بتخف او بقوم هذا الحجامة على تحسينها، مع اني انا عندي وجهة نظر في الموضوع انه هي بتنشط الدورة الدموية، ولكن اذا مشكلة فقر الدم من في عدة مشاكل لفقر الدم، مثلا B12 deficiency، iron deficiency، folic acid، في اللوكيميا، في
مرض الشرق الأوسط أو أنيميا الشرق الأوسط، فهي تختلف من نوع لآخر حسب النوع. الأفضل في هذا الموضوع أنا بحكي أنه لازم نشوف طبيب معالج، نشوف شو سبب فقر الدم. التهاب المفاصل والركب، هذا شيء كثير بعالجه، يعني بشكل عام أعتقد هذا من أفضل الأشياء، النيرف سيستم أو الجهاز العصبي والمفاصل والركب، هاي من أهم الأشياء اللي بيعالجها. طبعاً الأنسجة الضامة برضو، المشاكل اللي بتصير في الأنسجة الضامة مهمة جداً. يقال أنه بيساعد على تقوية الخصوبة عند الرجال والنساء، وبعض الاضطرابات النسائية في الجهاز التناسلي عند المرأة، فأتوقع أنه هذا يعني من الشغلات اللي ممكن تستفيد منها. طبعا هو بخفف ضغط الدم، بنزل ضغط الدم بدرجة كبيرة. يقال أنه يساعد في علاج ارتفاع ضغط الدم، ولكن هو مومنتم، يعني هو بنزل ضغط الدم خلال ساعة ساعتين بعد الحجامة، لكن بعدها برجع إذا كان في سبب رئيسي. فهذا لا يمنع أنه ننتبه على الضغط، وإذا احتجنا إلى الأدوية خاصة الأشخاص اللي معهم أمراض ضغط دم مزمنة وبتعالجوا بأدوية لازم يأخذوها بشكل عام. الصداعات بشكل عام، الصداع وخاصة الصداع النصفي، هذا من الصداعات اللي كتير تساعد فيها الحجامة. الاكتئاب وهو من الأشياء اللي يقال أنه بتساعد، لأنه يعني حتى المساجات والساونا والأمور هاي بتساعد كثيراً في العلاج خلال الفترة هاي. طبعا في سؤال يمكن نسأل هلا من احد المشاهدين، بقول هل هو مسموح للحامل؟ طبعا موضوع الحامل يجب ان نكون very critical في هذا الموضوع، لانه قد يسبب للأسف إجهاض، وقد يسبب مشاكل عند المرأة، قد يجب أن نحافظ على سلامة المرأة والجنين. وهون لابد، إذا كان لابد من خضوع المرأة للحجامة، وما أتوقع أنه في شيء إجباري، فيكون تحت استشارة طبية ومن اختبار مع شخص ممارس لموضوع الحجامة، ويكون أيضا قريب من المستشفى أو في المستشفى، بحيث أنه لا سمح الله صار عندها نقص ضغط أو نزيف تتأكد. وأنا أرجع بحكي أنه لازم يكونوا منتبهين لموضوع الحجامة عند المرأة الحامل، بحيث أنه ما يكون إلا في أقصى الأمور، ما توقع في أمور تضطرها أنها تسوي حجامة. وطبعا منطقة البطن هاي لازم تبتعد عنها، وأسفل الظهر، لأنه هاي المنطقتين ممكن تسبب إجهاض لا سمح الله. الخطر موجود للمرأة الحامل، ولازم أجين ننتبه عليه، فهذا إن شاء الله يكون الرد الواضح. فوائد الحجامة، كثير ناس بيستخدموا الحجامة على الظهر، على الظهر والرقبة. ليش بيستخدموا الحجامة على الظهر والرقبة؟ وهذا يمكن سؤال يسأل دائما، لأنه الخضوع للحجامة عادة بيكون لأسباب آلام عصبية وعضلية. الجهاز العمود الفقري اللي موجود عندنا، في العمود الفقري احنا كنا في حلقة مع الدكتور محمود الصوص وشرح لنا هذا الشيء. في العمود الفقري، خلينا نحكي انه هذا هو العمود الفقري، في فقرات، وبين الفقرات هاي في الديسكات، من جنب الديسكات يتفرع هنا عصب رئيسي وهنا عصب رئيسي، وهاي الأعصاب الرئيسية تذهب إلى أعضاء الجسد والعضلات، ومعظمها أعضاء الجسد أو الجسم المهمة مثل القلب والرئة والكلى والكبد. فتأثيرك على العمود عند العمود الفقري، وخاصة جنب العمود الفقري، وهذا الأماكن اللي بحطوا فيها الحجامة، بتزيد أو بتقوي من نشاط هذه العضلات، فبتقوي بالتالي الأعصاب، وبالتالي بتقوي من نشاط الدورة الدموية على العضلات الداخلية، وبعدها بتقوي العضلة نفسها أو العضو نفسه مثل القلب أو الرئة أو الكبد أو الكلى وما إلى ذلك.
طبعا كمان في لها هدف معين وهو تسكين الآلام، لأنه تشجيع تدفق الدم هذا بيسوي تسكين للآلام في الجهاز العصبي، وهذه الأمور طبعا بتخفف خاصة الناس اللي عندهم آلام في الظهر أو آلام في العمود الفقري أو بالرقبة، بتخفف من الآلام وبشعر بالمريض بارتياح. لكن إذا رجعنا خلينا نحكي يعني عن تسكين الآلام في الرقبة أو تشنج العضلات والتعب، قد تختلف يعني من شخص لآخر تبعا لطبيعة جسده والحالة اللي هو بيعاني منها. طبعا قبل الخضوع للحجامة لازم نحاول نتخلص من آلام الظهر بالأمور أو الرياضة الطبيعية، الرياضة الفيزيائية. نحاول إنه نطرح بعض الأسئلة على أنفسنا إحنا يعني كشخص طبيب أو كمريض أو كحجام أو شخص بقوم بالحجامة، ما هو السبب الرئيسي لهذا الألم؟ إذا كان الألم فقط عضلي أو ديسك أو نيرف ممكن نبدأ في موضوع الحجامة، لكن إذا كان لا سمح الله مثلا تيومر، ورم حميد أو خبيث، ممكن هذه الحجامة أو هذا العمل اللي بنسويه يزيد من المشكلة ويزيد تفاقم الموضوع. طبعا أنا كنت في حالة عالجتها، كانت في طفلة بالصين جاءت لنا، بدأ عندها زي تيومر صغير، حبة صغيرة في وجهها، وبعد فترة هذه الحبة كبرت شوي. طبعا راحوا عند حجام صيني وقام بالموضوع، قام بموضوع يعني الحجامة عليها، وللأسف زادت الحبة إلى أن انتشرت في الوجه، وكانت ساركوما اللي بيعرفوا في يعني كلمة ساركوما هو من أكثر السرطانات المضرة، وللأسف في النهاية اضطرينا نعمل لها عملية كبيرة وإزالة جزء كبير من الوجه وحتى العين. فالموضوع لازم يكون حذر، لازم تعرفوا شو السبب. الأستاذ محمد أهلا وسهلا فيك، بحكي الحجامة طب قديم، يفترض أن الأمراض جميعها سببها الدم الفاسد، وهذا يتعارض مع الطب الحديث والعلوم المعاصرة. وهذا أنا موافق أستاذ محمد، كلمة طب فاسد يعني أو دم فاسد هاي هحكي عنها قريبا. كثير من عمليات الحجامة تنقل أمراض بسبب اتساخ الكاسات وبسبب سكاكين الجراحة غير النظيفة. يعني هذه صحيح كانت قريبة سابقا، لكن الآن مع وجود التركيز الصحي عليهم، وأكيد يعني الحجام زمان كانوا حتى أطباء الأسنان يشتغلوا بدون تنظيف، وهاي الآن يعني خف الموضوع هذا الحمد لله بدأوا يستخدموا السكاكين الجراحية المعقمة. نحن في كندا، والأطباء ينصحون بالطب الحديث ولا ينصح باستخدام طب قديم جدا وغير صحي. لا، في كندا موجود، وفي تصريحات من وزارة الصحة لبعض الحجامين أنهم يستخدموا الحجامة لأنه بيعتبروها non traditional medicine أو traditional medicine بسموها. فأنا أوافقك على بعض الفقرات، وأهلا وسهلا فيك أخ محمد، وأشكرك على لو كان عندنا حجام موجود كان أكيد اعترض كتير عليك، بس أنا أوافقك في الكثير، وأنا مش من الناس اللي بشجع الحجامة في كل شيء، لكن حبينا نتكلم عن هذا الشيء لأنه مهم جدا. في موضوع مهم جدا حابب نحكي فيه، انه النتائج اللي بتنتج عن الحجامه يجب ان لا تكون، يعني اذا لك صديق او زميل تكلم عن موضوع الحجامه، اوه انا عملت حجامه والله لو تشوف صرت زي الخيل، اوكي مش شرط نفس الاشي يصير عليك. يعني الحجامه تختلف من شخص لاخر، ونتائجها تختلف من شخص لآخر، تعتمد على السنسيتيفيتي أو على الحساسية تبع جسدك لما يقوم به الحجام، والطريقة والمكان، يعني الأماكن مواضع الحجامة مهمة جدا.
قبل ما ندخل في أمور أكبر، في سؤال: هل هناك آثار جانبية للحجامة؟ وطبعا بعض هذه الآثار الجانبية تكلم عنها الأخونا محمد الآن، إنه مشاكل عدم التنظيف، وهي أتوقع أن بدأت تقليل منها، أو بدأت بالتلاشي شيئا فشيئا، لأن الناس صارت واعية لموضوع التعقيم، موضوع تنظيف استخدام المعدات. حتى عند الحلاق صار الواحد لما يروح عند الحلاق يقول له لا استخدم لي الموس شفرة واحدة، ما تستخدم الموس المعقم. طبعا بعض الناس بيصير عندهم irritation، يعني بيصير عندهم مشاكل في الجلد في أماكن الحجامة وأماكن حوالين الحجامة، بسبب عندهم زي حساسية، وهذه بتصير الناس كتير. بعض الناس بنزل ضغط الدم بشكل شديد. أنا من الناس اللي مرة سويت حجامة دراي كابينج، مش اللي بنزل فيها الدم، وصراحة نقلت إلى المستشفى مباشرة، لأنه نزل عندي الضغط، عمل لي ست كابس على أماكن فري حساسة، وكان حجامة كويس، ما قدرت أوقف، شعرت إنه الدنيا بتلف. قال لي خليك ارتاح. قدرت أكتب بإصبعي صراحة، يعني شوفوا، كتبت لهم 911 أو 119 هي بالصين، ففهموا اللي معاي إنه بدي أطلب الإسعاف، فطلبوا لي الإسعاف وأخذوني على الإسعاف. بعد 4 ساعات في المستشفى هم بحطوا لي محاليل، لما رجعت لوضعي الطبيعي من كثر ما نزل الضغط عندي. طبعا في ناس كتير بقول لك لا، الفوائد للحجامة أكثر من الأضرار، وأنا يمكن بحكي إنه أوكي الأضرار مش كثيرة، معظمها عدم راحة في المناطق اللي بتوضع فيها الكبس. في الطريقة القديمة اللي كانت تستخدم، كان يكون فيها بعض الحروق الطفيفة على أماكن الأماكن اللي بتصير، الآن صاروا يستخدموا زي ما حكيت شفاط. طبعا هذه بتسبب برضو، أكيد شفتوها، يعني بتسبب بقعة حمراء لمدة طويلة. ففي ناس مثلا بقول لك خاصة على الرقبة بتبين، فما بدي أسويها. وأكيد ممكن تسبب في بعض الأحيان القليلة جدا التهابات في الجلد، وهذه الالتهابات ممكن تأثر على الشخص. طبعا في big difference ما بين الدراي كابينج والويت كابينج، ولازم ننتبه لهذا الفرق، لأنه الفرق شاسع، وطريقة استخدامه تختلف من مكان لمكان ومن مرض لمرض. طبعا في كثير من الناس بحبوا استخدام الحجامة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استخدمها. أنا بس حابب أنوه على نقطة، وهذه من 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 رؤية الشخصية. الرسول هو كان نبي ولم يكن طبيبا، هو يعني استخدم ما استخدمته العرب في هذاك الوقت، وكان من الشغلات المشهورة عند العرب استخدامه. الحجامة لم يخترعها العرب، اخترعوها ناس قبل العرب، واستخدم الرسول صلى الله عليه وسلم أمور كثيرة، وكانت في زمانه وفي وقته هي الأمور التي مستخدمة. فهذا لا يعني أنه إحنا في كل شيء بيصير عندنا نستخدم الحجامة، لأنه again هو أكيد يعني إذا كانت في وقته استخدمها فهو شيء طبيعي يعني. فبس نكون حريصين في الموضوع هذا. في الرسول في عنده أحاديث عن الحجامة، وطبعا خلينا نكون أنه واضحين فيها. طيب في حجامة قليل يستخدم اسمها المتزحلقة، الحجامة اللي بيحركوا فيها الكبز من مكان لمكان. وفي حجامة برضو قليلة اسمها حجامة الفحم، هذه قليل ناس بيستخدموها. أجين أكثر تنتين تستخدم الحجامة الجافة والحجامة الرطبة، اللي هي بسموها بالإنجليزي wet and dry cupping. في سؤال يسأل دائما: هل هناك مواقيت معينة لعمل الحجامة؟ معظم الحجامين بفضلوا أوقات ترتبط بالقمر،
يعني بالوقت الـ 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 أو بالتاريخ الهجري. صراحة أنا سمعت عند اكتمال القمر وبالخاصة بالثلاث أيام اللي في وسط الشهر، هدول يوم 13 14 15، هدول أفضل أيام للحجامة. هل في إثباتات طبية وفعلية لذلك؟ لا يوجد. أجين هي عبارة عن يعني بتروح عند الحجام بنفس اليوم ممكن يعمل لك حجامة بغض النظر على القمر. الصباح المساء، هل في يفضل دائما في الصباح لأنه بالمساء بكون ضغطك نازل، فبرضو أجين عشان موضوع الضغط هذه مهمة جدا. الفوائد الأساسية للحجامة أو الفائدة الرئيسية اللي هي تنشيط الدورة الدموية والجهاز العصبي، هذه من أهم الشغلات اللي بتعتمد عليها مبدأ الحجامة، تنشيط الدورة الدموية، بتعمل ريسيركوليشن. طبعا هنحكي شوية هلأ عن الحجامة الرطبة وكيف بتصير، لكن هل في يعني سؤال يمكن بنسأل دائما، هل هناك فرق على الجسد بين الحجامة والتبرع بالدم؟ تبرع بالدم مهم جدا للإنسان، بيسبب بنشاط في الدورة الدموية. الحجامة بتسبب في نشاط في الدورة الدموية زائد نشاط في الأعصاب، يعني هي كمان بتأثر على الأعصاب. فيعني كثير ناس بحبذوا عمل الحجامة على التبرع بالدم أو كلاهما، خاصة الناس اللي عندهم زيادة في نسبة الدم أو خضاب الدم اللي بيسوي. طبعاً العلم الحديث، يعني أنا برجع بحكي إنه في كتير نقاط بحكوها عن موضوع الحجامة، للأسف بسبب فشل العلم الحديث أو الطب الحديث في علاج بعض الأمراض بتقل الناس إلى الطب البديل أو الطب التقليدي بنحكي عنه أو الطب الشعبي، ولكن هذا لا يعني أن الطب الشعبي هو برضو لازم يكون الخيار الأول والوحيد. زي ما حكينا مثلا في الأورام، هذا خطر جدا استخدام الحجامة، وقد يؤدي إلى كبر الورم وزيادة انتشاره، يعني بدل ما يكبر بأربع خمس سنين أنت بتكبره به أربع خمس أشهر إذا بتستخدم الحجامة. فهنا الوضع. طبعا كمان الطب الحديث استخدامه الشائع للأدوية وخاصة المواد الكيميائية اللي موجودة فيها بيؤدي لكثير من الناس إلى استخدام الطب التقليدي، وهذا طبعا منتشر، وحتى ناس كتير يعني حتى في بحث صار قبل فترة من شركة جوجل بقول لك عدد الناس اللي بيستخدموا جوجل للاستشارات الطبية كبير جدا، أرقام مهولة كانت في الولايات المتحدة كان. فأكيد هذا الموضوع من أحد أسبابه، ولكن في جمعيات كثيرة بتحكي ومنها جمعية السرطان البريطانية الأمريكية بتحكي أنه لا يوجد دليل علمي يدعم الحجامة في علاج أمراض وطبعا منها السرطان. المشكلة في صعوبة التجارب، ومشكلة أنه معظم الحجامين ليسوا ريسيرتشرز فما بيعملوا أبحاث، فيمكن هون اللي بيسبب السؤال هذا، هل الحجامة مفيدة ولا لا. طبعا أنا بحاول أشوف النقاط اللي حاططها هون. طبعا معظم الحجامين بيمارسوا الحجامة من نحكي دراسات خاصة أو تعلموا على يد شخص. في بعض الجامعات تدرس هذا الشيء، خاصة الجامعات في الصين اللي بدرسوا الطب الصيني بدرسوا هذا الشيء دراسة، وبكونوا أطباء طب صيني يعني دارس شيء صيني. المشكلة الخطيرة اللي بخافوا منها معظم الناس اللي هو في الويت كابينج، لأنه بسبب تمزق في أو بشرحه الجلد وبمزقه الأوعية الصغيرة هاي اللي موجودة، وبالتالي بسحبوا الدم اللي موجود من عن طريق الكب هذا.
طبعا في دراسات بتحكي انه الويت كابينج مش لازم تستخدم، لانه زي ما حكينا ممكن تسبب افتر تريتمنت انفكشن او التهابات بعد العلاج، لكن صراحه نسبه هذه الالتهابات ضئيله جدا جدا جدا، تكاد لا تذكر صراحه. يعني ليس السبب انه انا يعني بحاول ادافع عنها، لكن هي فعليا نسبه الالتهابات ضئيله، لانه التشريح بيكون خارجي وعادة بعقم بعديها وبنتهي الموضوع. طبعا دم الحجامة عادة بقول لك يحتوي على نسبة كبيرة، الدم هذا اللي طالع دم نسبة كبيرة من حامض اليوريك أسيد والكوليسترول والدهون الثلاثية، عشان هيك معظم الحجامين بيستخدموا الحجامة في الأمراض اللي بتسببها هاي الشغلات. اليوريك أسيد خلينا نحكي عنه، اللي هو زيادة زيادته في الجسد أو في الـ في الـ في الـ زيادة اليوريك أسيد بسبب مشكلة كبيرة في الناس اللي بيحكوا شو هو اليوريك أسيد، اللي بسموه عنا مرض النقرس أو مرض الملوك. زيادة اليوريك أسيد ببطل الواحد يقدر يمشي، بصير يشعر رجله إنها خف يعني، وبالتالي طبعا هذا بكون ممنوع عليه كل البروتين بشكل عام. بما انه نسبة اليوريك أسيد اللي موجودة في دم الحجامة عالي، يتوقع انه من الاشياء المهمة اللي بيأثر عليها الـ 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 الحجامة. شغلة ثانية الكوليسترول، الناس اللي عندها دم كوليسترول مرتفع بتخفف من الكوليسترول، لكن هذا لا يمنع انه او لا يقول انه نزلنا الكوليسترول بنسبة كبيرة، لكن يخفف من الكوليسترول. وطبعا الدهون الثلاثية الترايغلوتسيرين والأمور هاي اللي هي برضو بدنا نتخلص منها ومش صحية في الجسد، هاي برضو بتكون موجودة في الدم، لكن أكيد نسبة وتناسبا يا جماعة. انت بتعرفوا الكب قديش هو صغير، يعني قديش الملي لترات اللي بتطلع بالدم بالويت كابينج ما بتكون كافية إن تنزل لك إياها. وبنرجع بنحكي إنه بعدها بفترة بسيطة راح يرجع الجسم يرجع لطبيعته وينتهي. طبعا الدم اللي بنسحب منه بكون وريدي، يعني مش دم من الوريد أو من دم وريدي. كريات الدم البيضاء كثيرة بتكون فيه، وكريات الدم الحمراء والهيموغلوبين، فبالتالي الحجامة دم الحجامة بيكون في نسبة قليلة من الصفائح الدموية اللي هي اللي بتغطي أو بتسكر الجروح. وطبعا في اختلاف بين التركيب الكيميائي لدم الوريدي والدم الشرياني، لكن الدم الوريدي هو اللي بيكون معظمه موجود في بس بشكل عام. طبعا على الموضوع طبعا معظم الحجامين بيحكوا انه بشكل عام هو بيحسن البدن وحتى النفس وحتى الاضطرابات الدمويه. برجع بحكي انه في بعض الابحاث الان في الصين عم تجري على موضوع what they call it الكورونا الكوفيد 19، انه ممكن يساعد، لانه بيساعد جهاز التنفسي على قوته، لكن اجين ليس هذا موضوع مؤكد، ويجب ان نعتمد على دراسات اكاديميه وعلميه موثقه لكي نقوم ونقول انه يس هذا يساعد او لا يساعد. طبعا من اهم الشغلات اللي بدوا يستخدموها بشكل عام الخصوبه عند كلا الرجال والنساء، ولكن أجين كيف التأثير، بعملوا حجامة على مواقع في أسفل الظهر، الموضوع لسه يعني under investigation زي ما بيحكوا أو under الأبحاث. الحجامة الرطبة طبعا بيستخدموا مشرط طبي، وأنا بحكي لكل شخص بروح بيسوي حجامة لازم تتأكد من المكان اللي رحته. الأستاذ محمد حكى بوينت مهم جداً،
بنوجه له الاحترام والتقدير، انه هناك كثير من الامراض اللي قد تنتقل بسبب اتساخ كأس الحجامة والسكاكين الجراحية الغير نظيفة. فيجب أن تتأكد إذا قررت تسوي حجامة، لازم تتأكد بشكل مهم المكان الذي تقوم بعمل حجامة فيه. فهذا خاصة الحجامة اللي فيها أو الرطبة اللي فيها تشريح للجلد، بيسحبوا منه الدم والتراكمات الدموية. طبعا يعني الكلمة هاي، يعني أنا ما بعرف، أنا أكيد حناس حتزعل مني كتير. الدم الفاسد، لا يوجد في الجسد دم فاسد، هناك دم مكرر. الدم عادة، نقطة الدم الفاسد أو كلمة الدم الفاسد كلمة كبيرة، لأنه إذا فسد الدم بصير عند الإنسان تسمم دموي، وإذا ما عملوا له غسيل للدم أو نقل للدم ممكن يموت. فما في بالجسم شيء اسمه دم فاسد. الدم ستيرل، يعني الدم معقم نظيف، بدخل فيه بعض الميكروبات والبكتيريا لكنه ليس بالفاسد. معنى كلمة فاسد كلمة كبيرة. الآن كريات الدم الحمراء اللي هي بنحكي عنها، اللي هي بتسوي الهيموغلوبين أو الدم هذا لما تتحد مع الأكسجين، الكريات الحمراء الدم الحمراء بتعيش تقريبا لمدة 120 يوم 140 يوم 100 يوم 100 ل 120 يوم. هذه لما تنتهي صلاحيتها بتروح على الكبد، وبتصير في الكبد الـ زي ما بيحكوا الستورج تبع الأماكن أو أماكن التخزين. أنا في أستاذنا كان يحكي إنه هذا السكراب تبع السيارات، هذا نفسه السكراب تبع كريات الدم الحمراء. فيعني مختصر بتروح غاد. فالجسم أوردي عنده قدرة إنه يقاوم هذا الشيء، فما في داعي تدخل خارجي. ولكن يقال إنه تبرع في الدم والأمور هاي بتنشط هذا الجهاز وبتساعدك على الحصول على كميات أكبر. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أميرة، أهلا وسهلا فيك. خلينا بالنهاية نحكي عن شيء مهم اللي هو مواضع الحجامة. أهم مواضع الحجامة اللي هي على الرأس ووسطه، في ناس بسووها في نصف الرأس، اليافوخ اللي هو مقدمة الرأس، الجانبي العنق اللي هم عند الرقبة، أعلى الظهر ما بين الكتفين، كل الظهر تقريبا، الأقدام، ظاهرة الأقدام ومؤخرة الرأس بيسووا فيها كتير. وطبعا في أماكن عند الرجال والنساء اللي هي بتكون دائما قريبة من الجهاز التناسلي في الجسد. هذه أهم الشغلات اللي حبيت أحكي لكم إياها عن الحجامة. طبعا في أشياء كثيرة لازم نكون منتبهينها في الحجامة بشكل عام. الأستاذ محمد بيحكي أتوقع أنها مجازية خصوصا اللي فيه شوائب. يعني هو كلمة دم فاسد هي من الأشياء الكبيرة التي يقول عنها العلم. في النهاية حابين نشكركم على وجودكم معنا، ونقول لكم دائما هذا كنار تي في هو قناتكم وهي لكم. نذكركم بحلقات يوم غدا إن شاء الله رب العالمين، حتكون عندنا حلقات مميزة الساعة 5 إن شاء الله، حتكون عندنا حلقة عن اللجوء من خارج كندا. فانتبهوا، هذه حلقة مهمة خاصة للأشخاص اللي حابين يعرفوا أكثر عن موضوع اللجوء. الساعة 7 حيكون عندنا برنامج جمال الحياة مع ريم في حلقة مميزة مع ضيفة مميزة، وفي المساء حيكون عندنا مقهى كنار لايف. فكونوا معنا إن شاء الله، ونراكم في حلقة قادمة.